كتالوج فيه كمية منتجات كتير جداً. اه دي حقيقة. على حجم المبيعات دي مش ممكن تعرف تعمل ماس برودكشن. مش ممكن. حلو. مش ممكن بحجم المبيعات بحجم البراج دي. حلو. تعرف تنافس الصين. اوكي. انت لازم يكون عندك ميزة معينة. أول حاجة عشان تفهم وطن معينة مصر احنا we are very good في التكلفة وعندنا تكلفة محترمة جدا جدا. وانا بتهيألي حتى بالخمس مليون هتاخدهم مش هتوصل لحاجة. اوكي. عشان تواصل انت اصلا بقالك خمس سنين او سبع سنين شغال والمبيعات بتزيدش. اوكي. والمبيعات بتقل يبقى عندك مشكلة، مشكلة في التصنيع نفسها. اوكي. مش مشكلة تسويق، مشكلة تصنيع. ان انت المنتج بتاعك اغلى كتير قوي من المنتجات اللي في السوق. يعني لوزنج ماركت شير. وبعدين انا رايي ما تفكرش في التصدير خالص، ركز على السوق المحلي. بالزبط. السوق المحلي از هيوج. بس الاول اللي ما يعرفش يعرفش يدافع عن نفسه ويوقف الاستيراد بمنتج محترم ومنتج قوي. اوكي. انه يعرف يصدر.